السلام عليكم ورحمة الله يا سادة زملائي الأحباء، برحب بكم في حلقة جديدة من هيماتوتيوب. برضك النهاردة بقى إيه حلقة معملية استكمالا لحالة تشخيص اللي هو الأوتو إميون هيموليتيك أنيميا، وهنتكلم على اللي هو كومبسيس. كومبسيس دي يعني بسيطة جدا، وبس هي فيها شوية تكات الإنسان لما ياخد باله منها تطلع بإذن الله كويسة. أول حاجة محتاجين إن إحنا إيه نجيب إيديتا بلاد فريش، و ناخد مثلا دم، هناخد منه بقى نقلبه الاول. لازم اي حاجه احنا عارفين ايه نقلب كده بالراحه، وبعدين هناخد بالاوتوماتيك بيبيت ميتين مايكروليتر، وفي وزرمان بلاستيك، وبعد كده هنعمل ووشنج. الووشنج ده مهم جدا، علشان احنا قلنا ايه كل اللي هو اللي هو موجود في البلازما نغسله ونشيله. نغسل الفوليوم مش مهم، ان احنا ايه ده كده نعمل ميكسينج اوكي، وبعدين بعد كده هندخلها في السنترفيوج ونعمل العملية دي كام؟ 3 مرات. في النهاية بعد 3 مرات وصلنا لقينا ايه؟ وصلت عملنا سنتريفيجيشن، ودي بقى السوبر نتنت عبارة عن ايه؟ كلير خالص، وهو موجود بهذا الشكل. يبقى هو ده هنا ايه؟ اللي هو دي سيدمنت اللي هو ووش ريد بلاد سيلز. هنعمل ايه بقى؟ هنشيل كل ده هوت، وهتفضل لي اللي هو ايه؟ ادي ايه؟ البلت اللي هي اللي احنا شلنا كل اللي هو ايه اللي فوق اللي هو السلاين اللي غسلنا بيه، وتفضل لنا من هنا. ده بعد كده نيجي نعمل ايه؟ هل نشغل بيه على طول؟ ده غلط. في ناس بقى ايه بيجي، يبقى معنى كده ان كميه الانتي بودي اللي موجوده مش هتعرف تمسكهم، تبقى دي لازم نعمل ايه؟ محلول 5%. 5% بنعمل ايه؟ بنجيب 2 مللي من السلاين ونحط عليه 100 مايكرون من هذا اللي هو، فهنعمله بس عشان الوقت يعني كده. كده عملنا محلول كام؟ جبنا 2 مللي من السلاين، وجبنا 100 مايكرون من السيدمنت دوت، وجينا قلبناه. ده دلوقتي بقى محلول اسمه كام؟ ووش ريد بلاد سيلز. تركيزه كام؟ 5%. لو واحد عمل اكتر من كده فكميه الانتي بودي مش هتبقى كافيه ان هي تجمعه وتدلنا ان هو ايه؟ فولس نيجاتيف. اوكي طيب، بعد ما كده دي بنعملها ايه؟ في ناس بيعملوها بتيوب ميثودز، وفي ناس بيعملوها باللي هو سلايدز. الادق قوي اللي هو سلايدز ميثود، عشان نشوفها تحت الميكروسكوب خاصه لما بيبقى ويك. فانا بالاتي ان احنا بنجيب ادي سلايدز من هنا كده، وبعدين بنجيب وان دروب بس من هنا كده، ده وبعدين نجيب الكومبسر ايجنت. كومبسر ايجنت مكتوب عليه انتي هيومن جلوبلين اوكي، ده وبيبقى لونه اخضر. فبنيجي ناخد، احنا حطينا نقطه، النقطه دي بتبقى 50 مايكرو لتر، بنحط عليها هنا قد ايه؟ بنحط هنا نقطتين وبعدين نعمل ميكسينج ونفردها كويس، كل ما نفردها كل كويس، ونحسب كده دقيقتين، وبعدين هنشوفهم بقى ايه؟ نشوفهم البريسيبيتيشن. وزي ما انتم شايفين اهي بدأت ايه بعد دقيقتين دلوقتي او اقل من دقيقتين بدأت تحصل ايه؟ في نقط اجلوتينيشن موجودين باينين. طبعا علشان نتأكد منها نبص عليها تحت الميكروسكوب، هنشوفوها اوضح بكتير قوي زي ما هتشوفهم دلوقتي.
بعد ما شفنا الاجلوتينيشن اندر مايكروسكوب وشفنا ان كل مع الوقت بدأت التجمعات تكتر تكتر، الاول بيبقوا مثلا 10 جنب بعض لغاية لما يبقوا في الاخر مثلا 20 و30 و50 واحدة جنب بعض، ونبقى خلاص اتأكدنا ان دي بوزيتيف وشايفينها هنا ايه بتلف في السلايز ومنهزش جامد وهم لوحدهم كده بيحصل لهم الاجلوتينيشن. طيب بعد ما انا خلصنا اللي هو الدايركت كومسيس، هذا العيان كان مطلوب له ايه؟ اندايركت بار دايركت واندايركت، او ممكن يكون حد اخر مطلوب له او مطلوب لها اندايركت كومسيس. في الحالة دي لازم نكون مسحبين ايه؟ سيرم. فادي احنا بنبقى عندنا سيرم بناخده على بلانتيوب او جيل، اوكي. وبعدين لازم ضروري نكون كمان عندنا عينة تكون ايه؟ او بوزيتيف. هنعرف ايه سببها بقى. ادي الاو بوزيتيف، ادي دي عينه اسحبنا من عيانين، من عيان او من فولنتير عارفينه ان هو او بوزيتيف. خلاص هنسيب دلوقتي السيرم بتاع البيشنت وهنشتغل دلوقتي على ايه؟ على اللي هو الاو بوزيتيف. الاو بوزيتيف ده عايزين بردك هناخد منه 200 مايكروليتر، من 200 مايكروليتر من اللي هو الدم، وبعدين هنعمل له ايه؟ هنعمل له ووشنج. هنعمل ووشنج بايه؟ بالسلاين. ادي اهو السلاين بردك زي اللي فاتت. الثاني كنا بنعمل للعيان نفس الدم بتاع البيشنت، لا المره دي احنا بنعمله لمين؟ للاو بوزيتيف. لازم نغسله كويس عشان نشيل اي انتي بوديز كانت فري. خلاص هنعملها ثلاث مرات ووشنج ونسحب سوبر نيتنت عشان ننضفها كويس قوي، نعمل لها كومبليت ووشنج. خلاص وفي اخر مره رجعت لايه؟ دي لاحظوا ان اللي موجود ده هنا ايه؟ عباره عن او بوزيتيف بس اوجد. خلاص هنيجي نعمل فيها ايه بقى؟ بردك نرمي سوبر نيتنت ده من هنا كده، اوكي، وهنيجي ناخد ليه اللي هو اللي طلع اهو بعد ما عملنا له رمينا اللي هو سوبر نيتنت ده اللي هو السيدمنت اللي موجود، هنيجي ناخد منه ايه بقى؟ هناخد منه نقطه 1 دروب عباره عن 50 مايكروليتر من اللي هو ايه؟ من اللي هو الريبل ووش ريب بلاد سيلز او، ونحط عليها 2 دروبس فروم ايه؟ فروم السيرم بتاع البيشنت، ونحطه في الانكوبيتر لمده نص ساعه. فاحنا هنيجي ادي اهو ادي انبوبه، خدنا 1 دروب وهنحط عليها من السيرم 2 دروبس عشان يحصل ايه؟ خدنا من هنا يبقى ده عبارة عن ايه؟ washed O positive اتحط عليها 2 drop from ايه؟ من السلاين من السيرم بتاع البيشن عشان يحصل له ايه؟ لو كان في انتي بودي يمسكهم فيها، سيبهم في الانكيبيتور لمدة قد ايه؟ نص ساعة. دي فايدة انكيبيتور في هذه الحالة. خلاص بعد ما دخلناه في الانكيبيتور من هنا ده كده، خلاص هنيجي ايه؟ هنيجي نعمل ايه؟ washing تاني، هنعمل ووشنج اخر. لما نيجي نعمل ووشنج اخر هنحط بقى ايه؟ هنحط عليه سلاين. ادي احنا كده خلاص عايزين نغسله، غسلناه خلاص هو بعد الانكوبيشن، هنيجي نجيب السلاين. يبقى بعد ما احنا حطينا اللي هو 1 دروب فروم ووش ريد بلاد سيلز او بوزيتيف، حطينا عليها 2 دروبس فروم بيشن سيرم، سيبناها نص ساعه، هنعمل له ايه؟ ووشنج ثلاث مرات زي ما عملنا حكاية الدايركت بردك بالسلاين. هنعمل العملية دي كم مرة؟ ثلاث مرات. اي غسيل بيبقى ثلاث مرات. بعد ما غسلناها ادي بردك ايه طلعت، ودي اللي هو ايه؟ السوبر نيتنت. ماشي بردك هنيجي نرمي السوبر نيتنت وفي النهاية هيطلع لي ايه؟ ادي هو السيدمنت دهوت
ده السيدمنت ده بقى اللي احنا ايه هنعمل منه محلول 5%. هو طبعا الكميه اللي فيه هي دي قليله قوي، فاحنا بمجرد بس بنحط عليها 2 مللي من الصلاين، فهيبقى هو ده هو ايه اللي هو التركيز اللي هو المطلوب اللي هو 5%. 5% ده هنيجي نحطه ونحط عليه، ناخد دروب منه ونحط عليه دروب منين؟ من اللي هو الكومستر ايجنت، ونستنى دقيقتين ونتفرج عليه. طلع بوزيتيف هنكتب بوزيتيف. طيب هل خلصت كده؟ لا. ايه اللي مطلوب بقى؟ ان احنا نعرف تيتر، يبقى دي تيترو قد ايه، يعني كميه الكونسنتريشن بتاعته قد ايه. خلاص، ففي الحاله دي نعمل التيتر ازاي؟ نعيد التجربه دي بقى، بس بنكون اخدين السيرم بتاعنا دوت، السيرم ده، وعاملينه واحد في واحد، واحد في اتنين، اربعة، تمانية، ستاشر، ونعيد التجربة دي بنفس الخطوات دهيت لغاية لما لقوها امتى هتطلع نيجاتيف. طلعت نيجاتيف يبقى الكونسنتريشن اللي قبليها لو هي عملت نيجاتيف عند 128، يبقى التتر بتاعنا كام؟ 1/164. هي طبعا تيديس وبتاخد وقت كتير قوي، ولكن ده علشان نعرف كميه الانتي بوديز، والدكاتره اللي بيبقى متابعين خاصه في الناس اللي بيبقى في الحمل اللي هم عندهم ار اتش انكومباتيبلتي، فيبقى هم عايزين ايه يعرفوا هل هو مع بلازما فريسس بينزل ولا بيعلى ولا بيزي ولا ثابت. اوكي، اتمنى ان كل التكات ديت بردك الخص اقول ان الووشنج يكون كويس وما يكونش بعنف. نمرة اتنين ان هو ما فيش حد يستعجل، كل حاجة بالراحة. السنترفيوج يتعامل بسرعة بطيئة علشان ما يحصلش ديستراكشن للخلايا، والمدة دقيقة وعلى سرعة 1000. واتمنى ان تكونوا استفدتوا من هذه التجربة وتعملوها ان شاء الله كده بإذن الله بسهولة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.